انت باقي كتزعلك يديك في داك الماء انا ما كيسحبني جمعتي الصالون وساليسي. لا زهره كي كتعرفيني انا راه واحد ماشي جوج، اما غادي نحك اللواني ولا غادي نقاد الصالون. شوف الا بغيتي تبقى خدام في هاد الدار راه خصك تكون قاد بها. انا رانا قاد بها وراك انت هادشي كتعرفي. اسمع الله يخليك، الا ساليتي جمع حوايجك وسير بحالك. حوايجي الا راهما مجموعين بكثرت لي كتهديني بالطرد سبقوني للباب كيتسناوني غير نخرج ونمشيو انا وياهم. هو عندك الصح الضحك يا علال. فريد يلا سر بيه راه غادي نلقاهم سدو. ولات عندي فوبيا فين ما تنشوف شي ام تشد الدوخه تطلعني الصدى ويدي تعرق وعيني تحمارو. فريد علاش كنعيط لك في التليفون ما كتجاوبنيش؟ شنو؟ معايا السيد راه مقيد. سمح لنا سيدي هذه حاله مستعجله. قول لي ياك متفقين نهار العطله ما غتخدمش ومتفقين اننا نخرجوا نتقداو وليتي كتجي للعياده بلا خبار كتطلع مسلت كيسحب لك انا ما نعرفكش فين انت ما سيقالكش الخبار زيد قدامي. اسمح لي هذه راه ماما. عارفه دكتور باش تحس. اسمحي لي يا خالتي راه انا اللي جيت عنده بلا موعد. اوديكو كان خو خداوي. جلس على من كون كان خوخي داوي عليا؟ لا ما ماشي عليك انت غادي ديك الحصه باقي ما كملتيش الحصه. عارف بقات لي 5 دقائق انا مسامح فيها. لا ما عندك ما تسامح فيها عندك تكمل الحصه ديالك. جلس اش اش ماما نقول لك اجلس اش ماما 100,000 مره كنقول لكم حتى شي واحد ما يطلع عندي فاش نكون خدام. السيد سمعته بودني قال لك مسامح لك في 5 دقائق زيد قدامي. لا ماما لا مسكين راه عنده مشكل كبير. مشكل كبير؟ اشنو هو هذا المشكل سيدي؟ لا لا ماما ما يمكنش المريض ديالي يعاود لك المشاكل ديالو هذا سر عافاك ماما. ماما خالتي عندي الوالده صعيبه. وليتي كاع كداوي مسخت الوالدين. اسمعني يا سيدي اش غنقول لك. واحمد الله وشكروا اللي بقى عندك الوالده حيه اللي كتخاف عليك وتراعيك ومعمره عليك الدار ومخليك داير هاد الزهاقه في ودنيك. سمعتي يلا زيد قدامي. لا ماشي انت انت من اللي ساليت في الدو. الله يخليك. الو وي امل رانيا صافا؟ صافا شوفي انا دابا شويه مشغوله نقدر نعاود نعيط لك من بعد. لا 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 عندي لك واحد الخبر باقا بميكتا. شكون هاد المنحوس ولا المنحوسه اللي غنهضروا عليهم اليوم؟ انتيا دوي تكلمي. واش مازال عندك مها في الانستغرام؟ عمري ما درت لها فولو. راه دارت لايف وهاجمت عليك وقالت ليهم انت ما عندكش دي برينسيپ وتفاهمتي مع الاساتذه باش ينجحوك وداك المقال اللي كتبتي عيان ولكن باباك تدخل باش تربحي. كدابه هادي انا ما كندخلش معاه في هذا الشيء. زعما انت كتعرفيني؟ انا كنعرفك ولكن الناس الاخرين ما عرفتش. دابا انت ما قلتي والو. ما عرفت ما نقول كانوا في اللايف غير صحابه خفت ندوي معاهم.